بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحد الأسئلة المتكررة وأحد الشباب صاغها بطريقة جيدة، قال لي: ألسنا خير أمة أخرجت للناس؟ قلت له: بلى، القرآن يقول ذلك. قال لي: إذا لماذا أوضعنا بهذا السوء، الفقر والجهل والمرض والحروب والفتن الطائفية والضعف الواضح أمام الآخرين؟ لا نبدو في المشهد الحقيقي الواقعي خير أمة أخرجت للناس، فمن أين لنا أن نكون خير أمة أخرجت للناس؟ ولا هذا خبر عن ما مضى، بمعنى أن الصحابة كانوا خير أمة أخرجت للناس، وبعدين في أحاديث تقول أن الزمان سيسوء ثم يسوء ثم يسوء، فإحنا مصيرنا باستمرار إلى تدهور، وهذا مصير الأمة التي أخرجت للناس وكانت خير أمة أخرجت للناس. الحقيقة السؤال صعب وليس بسيط، وما سأحاول أن أجيب عليه هو أن القرآن يفسر بعضه بعضا، القرآن يشرح لنا المشهد كاملا، لا يمكن أخذ منظور القرآن من آية واحدة ثم الانطلاق منها. عندما ننظر لمشروع خير أمة أخرجت للناس، هو مرهون بما يسمى بإهدنا الصراط المستقيم، والصراط المستقيم مشروط بصراط الذين أنعم الله عليهم، وصراط الذين أنعم الله عليهم يبدأ بشخصية أبونا آدم الذي عصى ثم تاب، ثم شخصية سيدنا موسى عليه السلام اذهب إلى فرعون إنه طغى، ثم شخصية سيدنا هارون الذي نصر أخوه موسى في القيام بمهمته، ثم يأتينا داود عليه السلام ليصنع السابغات والدروع العسكرية، ثم يأتينا سليمان عليه السلام الذي ينشر العدل، ثم يأتينا سيدنا ذو القرنين الذي يصنع المقاولات العظيمة والسدود العظيمة والحلول التقنية والتكنولوجية، ثم يأتينا شخصية مثل شخصية سيدنا يوسف الذي يوجد الحلول الاقتصادية. عندما تتوفر هذه الحزمة الكبيرة جداً اللي فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المنكر السياسي والاقتصادي والاجتماعي والصناعي والزراعي، عندها يصبح فيه معنى لخير أمة أخرجت للناس. هي أمة تجمع بين أنها دائما على حذر إذا ارتكبت معصية تتوب، وبين أمة تقيم العدل وتقيم الحق وتقيم الصناعة وتقيم الزراعة وتقيم التجارة بحسب متطلبات عصرها. لأن لسائل أن يقول: الرسول عليه الصلاة والسلام جمع الناس وقاتل وانتصر، والصحابة فعلوا هذا عندما كانت قوى العالم متكافئة والسباق بين البشرية متوازن، الخيل يقابلها خيل، وقوة القلب يقابلها قوة قلب، والسيف يقابله سيف، والرمح يقابله رمح. اليوم تغيرت هذه المعادلة، نحتاج إلى الصناعات التي يمثلها داود، نحتاج العدل الذي يمثله سليمان، نحتاج النجاح الاقتصادي الذي يمثله سيدنا يوسف، نحتاج إلى العدل السياسي الذي يمثله سيدنا موسى عليه السلام، نحتاج إلى كل هذه الملكات الكبرى حتى نصبح خير أمة أخرجت للناس. فإذا الإجابة اللي تقرب إلى ذهني وأنا أتحدث إليكم هو أن هذا الأمر مشروط بالأخذ بالقرآن جملة واحدة وليس عظيم. الأخذ بالقرآن جملة واحدة، ملاحظة أعمال الصالحين في القرآن الكريم حتى نفسر بها خير أمة أخرجت للناس، وننظر نحن كيف نبتعد أو نقترب من هذا النموذج القرآني الأساسي الكبير، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.